وهون كمان هون في محلات سداج سداج عربي سداج ايراني سداج افريقي كتير محل حلو عنده سداج جميل جدا وطبعا هون ملابس عربية كمان كتير كتير حلو السوق وهون ميزون دي اورينت محل اورينتالي بيبيعوا فيه اراجيل شيشة يعني والاشياء العربية التانية وهذا رح يكون ثاني قسم من الفيديو الاولاني حنصوره هلا ان شاء الله باذن الله بنشوفكم بعد مثل ما قلنا السوق كتير جميل السوق كتير حلو في كل شيء بس هون اكثر يعني اصحاب المحلات من المغرب الشباب طبعا من المغرب مثل ما شايفين المحجبين هون بشكل كبير هذا محل فرش ومفرش ومخدات ولحف وبرادي برادي اللي هي ستاير طبعا سوق جميل جدا والناس هون كتير كتير محترمة وكتير كتير يعني فيك تحكي معاه فيك إذا السعر ما عجبك ممكن تحكي معه بالسعر ممكن يعني كتير كتير وكمية الترحيب اللي بلاقيها هون الإنسان كتير كتير جميلة جدا جدا وهلأ بنكمل بلما بنوصل على محل يكون يعني في شيء يعني من بلادنا فعلا بس من بلادنا Good for my wife. Fact. No problem. This, yeah? No problem. شكرا. شكرا. عجانات طبعا العجانة كبيرة طبعا. عجانات ألمانيا. ألمانيا هين عليك. من دوتشلاند أيوة. في صغير وفي اللي أكبر هذي. 5 لتر. 6 لتر. 8 لتر. 10 لتر. في عنده 5 لتر 10 لتر 125 يورو 2000 واط كثير حلوه هيدي وفي هون كمان 8 واط طبعا الاسعار متدرجه يعني طبعا شيء حلو كثير محل كثير حلو محل كثير حلو مرحبا اهلا فيك وهون اصحاب المحل فيلكومن اهلا فيك حبيبي هون اصحاب حبيب قلبي الله راس شكرا راس تسلم راسك تسلم ان شاء الله هلا بنيجي لهون بنشوف مرحبا بك حبيبي هاي الحاج اصحاب المحل كثير اسعار كثير حلوه كثير اشياء حلوه هون يعني كل المستلزمات اللي بده اياها الواحد موجوده كل المستلزمات شيء حلو شيء حلو شيء حلو هون مطعم كمان عربي العالم قاعده برا عم تاكل جوا ممنوع الاكل بس هون برا ممكن الواحد ياكل طبعا مثل ما قلنا في هون الثياب الشرعيه كل شيء في هون موجود طبعا العطور كله هون موجود البخور موجود كل شيء موجود شيء حلو كثير شيء حلو كثير الكتب طبعا كتب بكل اللغات الاسلاميه بكل اللغات طبعا كثير حلو المحل محل جميل جدا هيدي العطور هون العود وما العود وهالاشياء هيدي كلها موجوده واسعار معقوله يعني اسعار كثير معقوله الريحه بتجنن بهذا المحل محل جميل جدا كبير كمان طبعا كلها هيدي على فكره محلات عربيه محلات اسلاميه هيدي البخوره طبعا حتى البخور هون شيء حلو كثير كثير حلو المحل كثير جميل جدا جدا كثير احنا عم بدي اصور كل شيء مشان هذا بجيب لك من هيدي هيدي حلو بجيب لك منها اللي بيحب من هيدي اجي اجيب له منها كثير هيدي عود اسود هيك عود اسود كثير حلوه واسعارها 10 يورو كثير كثير يعني ارخص من عندنا من بلدنا طعم زايد كله موجود هون كثير حلو هالسوق كثير حلو هالسوق كثير حلو كثير حلو يعني نحن عندنا هالسوق هذا ما عندنا منه بالمانيا على فكره يعني
هذا السوق معنا نحن منه بألمانيا طبعا، عشان هيك نحن جايين لهون بس لا نصور هذا الشارع. طبعا هو ما بس هذا الشارع، في شوارع تانية، في شارع تاني موجود فيه كل الجنسيات العربية، بس هون ايه بس هون موجود طبعا بس ال موجود بس الزينية الفرنسية المغربية طبعا. هذا محل أقمشة وبرادي ولحف وحرمات كمان وتريات كثير حلوة كمان، شيء حلو كثير، شيء حلو كثير طبعا طبعا. إن شاء الله بإذن الله نفوت على شيء محل يكون فيه شيء يعني نقدر نحكي فيه. عجبك فينا نفوت نصور جوا؟ سأل لي لا شو بدك نصور؟ كثير عالم جوا كثير. هيك القهوة هون كثير طيبة. فينا نصور جوا؟ يمكن ممنوع. لا أنا عم صور حق كذا. لا خليكم معنا. هي هون؟ لا هون ممنوع. بنزل على البانو بشوف البانو كيف؟ لا هلا أنا بمرك، أنا مني أبوك هلا بمرك من جنب البانو. هلا أبوك بمرك. لازم نعودهم للشباب يشوفوهم. هذا هو المحل من جوا، هذه مكنة القهوة هناك. بقول لك هون القهوة كثير طيبة، هذه الحلويات طبعا عربية وحلويات كمان بلجيكية، هذه التورتة القهوة هاي. شو حبيبي؟ وين أطلع؟ هذا المحل بيقولوا في أطيب قهوة. ها نحن بدنا ندور. في كل شيء كمان، في خبز هان، في كل شيء هان، في كل شيء هان، في كل شيء هان. حبيبي، فلك. في هون حلويات جميلة جدا طبعا، في جاتو، في أشياء كثير. هيدي مكنة القهوة، بيقول لك هلا حندوقها للقهوة وبنقلكم شو طعم ترى القهوة إن شاء الله. طبعا شاي بالنعناع طبعا موجود. هلا السلام عليكم. هلا شباب، كثير حلو المحل هون. وهلا بس ندوقها لل بنقلكم. وهذا فنجان القهوة، هلا حنحط نشوف هذا حجمه فنجان القهوة، حتحط نشوف شو هي القهوة. حط أول شيء تنتين عام. هذا فنجان القهوة طبعا، هذا تبع محمود، هذا بدون حليب وبدون سكر، هذا بدون حليب بدون سكر. إن شاء الله هنشوف القهوة تبعي هلا بس تجيب صور. القهوة تبعي طبعا هذا حط فيه حليب، حط فيه حط زيتي. بس فعلا ريحة القهوة هون جميلة جدا، وبقولوا لك إذا كان جيت لهون لازم تشرب قهوة من هاي المحل، لأنه أطيب قهوة بتلاقيها بهاي المحل. وهذا هون محل تريات، في عنده تريات جميلة جدا، محل كبير لجوا كمان، كثير محل حلو لجوا كثير. وفي هون طبعا أورينتال، هدول الثياب، الثياب هدول كثير حلوين، طاولات كثير حلوين، محل كثير كثير حلو جميل. تريات كثير جميلة، التريات اللي بقلبه كثير حلوين. وفي محل كبير لجوا لجوا. عفوا عفوا، يلا يلا. هون طبعا للمحجبين، هذا المحل هون كله للمحجبين، كل شيء اشياء للمحجبين، اشياء جميلة جدا. طبعا العبايات، عبايات، محل جميل جدا، محل كثير حلو، كل شيء فيه طبعا العبايات، شيء جميل. حتى الاسعار يعني الاسعار كثير كثير، الاسعار منا غالية ابدا ابدا. في عندك من العشرة هيك، في هدول الحجابات اللي بتحطيهم 100 150. على راسك هذا الاسود اللي بتحطيه دغري وتمشي، بس في الوان بدك منهم كثير حلوين. هذا تبع الحج طبعا، وهول تبعين المغرب طبعا، تبعين الزي المغربي. هذه الشيات جميلة جدا جدا، كل الألوان طبعا، شيء حلو. قرآن موجود، كل شيء موجود، العصور موجودة،
عطور بجميع انواعها طبعا. بخور موجود، كله موجود طبعا. اذا حلو حلو شيء جميل جدا جدا. العبايه حلوه كثير 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 حلوه عن جد عن جد كثير كثير حلوه. كله موجود طبعا بالمحل. احنا ما عم نقدر نتحرك لانه في كمان هيدي كمان عبايات هون. شيء بجنن، شيء جميل جدا. عبايات محل كثير حلو. محلات هون كلها عربيه يعني، كله هون محلات عربيه. تسمع قران هون، تسمع موسيقى عربيه، تسمع الاشياء كلها كله ابدا. شيء حلو، شيء حلو، شيء حلو. هيدي الاشياء هون الساعات، ساعتين ب15 طبعا. هيدي منها ساعات اصليه طبعا، بس في عنده ساعات طبعا حلوه وساعات غاليه. في عنده 40 ب50 ب100. في عنده العاب للاطفال، اشياء كثير حلوه. يعني سوق جميل جدا 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 فعلا. هذا السوق ما عندنا منه نحن. انا يعني انا لي 35 36 سنه بالمانيا، هذا السوق ما شفت منه بعد يعني. هلا بنرجع ونكمل ونوصل على محل. وهيدي هون الشيشة، الشيشة الأراجيل، الأراجيل بجميع أنواعها طبعا. شي حلو الأراجيل هون، شي جميل جدا. هذا المحل هون أراجيل حلو. هذه محلات التياب، في كل أنواع التياب للأطفال وللكبار طبعا. بس هون يعني اكثر شيء للاطفال، للاولاد، للاولاد طبعا. هون